لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هناك أيضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية، ويقولن في ذلك إن تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام؟ من فيها تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل هو كافر مرتد عن الإسلام، لأن نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بأنه كره ما أنزل الله، من كره ما أنزل الله حبط عمل، فليكره تعدد الزوجات ويرى أن الشريعة يعني قد ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مو طيب، أو أن ما يفعلون في إجلال النصارى لوحده أن هذا أولى وأفضل، هذا كله ضد أهل الإسلام نعوذ بالله. كالذي يقول أن فرض الصلاة وهم مناسب لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة، من قال عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافرا. وهكذا لو قال لا بأس يحكم بغير الشريعة لا يجوز، ولو قال حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كلها يرجع عن الإسلام نعوذ بالله. فحاصل من كره ما أنزل الله وشرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب ورضي ما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كافر أيضا. نعم إن شاء الله.